اكيد بتمنى انه تصير في معركه على نظام المجرم. طبعا اليوم النظام هجرنا، يعني استخدم جميع انواع الاسلحه في كل المناطق في سوريا، وهجر الشعب السوري على الشمال المحرر، يعني صرنا منطقه محصوره. فاكيد نتمنى انه يصير في معركه على النظام وتتحرر مناطق. صراحة الموضوع ما هو تمني من عدمه، الأفق جميعها سدت في وجه المواطنين السوريين في الشمال السوري. لا يوجد حلول سياسية، لا يوجد عودة إلى مواطنهم الأصلية لجميع المهجرين من مناطق سيطرة النظام. فالحل الوحيد اللي حالياً اللي أصبح شبه خيار وحيد هو المعركة، لكن بصراحة المعركة لا يجب أن تكون كردة فعل، إنما تكون مدروسة مخططة، ليس على بناء على ردات الفعل الدولية أو ما يحصل دوليا. أتمنى من الله عز وجل أن تنفتح معارك بكافة مناطق السورية اللي مسيطر عليها النظام النصيري. الهدف الأساسي من تحرير المناطق أول شغلة بنخلص من هذا النظام الديكتاتوري اللي موجود بالمنطقة. ثاني شيء صار عندنا أزمة سكانية كبيرة بالمنطقة، إنه من الله عز وجل برجعوا هالمهجرين لبيوتن، وبينعكس هذا الأمر وقت بتتحرر هاي المناطق بيرجع النمو الاقتصادي، بيرجع بينتشر من أول وجديد، وبصير في كثافة عمل بهي المناطق اللي بدها تتحرر. صراحة يعني هذا طلب الشعب من زمان، يعني أي إنسان في مناطق الثورة بيتمنى المعركة تفتح اليوم قبل بكرة، خاصة اليوم إن كان أهالي سراقب ولا أهالي حلب المهجرين ولا أهالي معركة النعمة بشكل عام. اليوم أي شخص مهجر يريد يرجع على بلده، يعني لأنه صراحة يعني طالت على الشعب،